دم الثمين ليسوع المسيح، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. أقول الآن لإظهار بره ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. رومية 3:24-26. فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وشكر وناولهم قائلا اشربوا منها كلكم فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. متى 26:26-28. فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وناولهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. فأخذ الكأس وشكر وناولهم فشربوا منها كلهم. فقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. مرقس 14:22-24. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. لوقا 22:19-20. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. يوحنا 6:53-56. لذلك أسجلكم اليوم أني بريء من دماء الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. فاحترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس عليها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أعمال 20:26-28. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. رومية 5:9. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ 1 كورنثوس 10:16. هكذا أيضا الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس فإنكم تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. لذلك فإن من يأكل هذا الخبز ويشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. 1 كورنثوس 11:25-27. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي بها جعلنا مقبولين في المحبوب الذي لنا فيه الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمته.
أفسس 1:5-7. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم أحيانا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أفسس 2:13. شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب الذي به لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. كولوس 1:12-14. قد صنع الصلح بدم صليبه ليصالح به الكل لنفسه. به أقول سواء كان ما على الأرض أم ما في السماء. كولوس 1:20. فإذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. لكي يهلك بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. عبرانيين 2:14. عبرانيين 9. إذن فإن العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة إلهية وقدسا عالميا. لأنه كان هناك المسكن الأول كان فيه المنارة والمائدة وخبز الوجوه والذي يسمى الحرم، وبعد الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس الذي فيه المبخرة من ذهب وتابوت العهد المغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحا العهد. ففوقه كروب المجد مظللين الغطاء والتي لا نستطيع الآن أن نتحدث عنها بشكل خاص. ولما كانت هذه الأمور مرتبة هكذا كان الكهنة يدخلون دائما إلى المسكن الأول ويتممون خدمة الله، فأما إلى الثاني فيدخل رئيس الكهنة وحده مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن خطايا الشعب. تدل الروح القدس على هذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول قائما بعد، الذي كان رمزا للوقت الحاضر حيث كان يقدم قرابين وذبائح. لا يستطيع أن يكمل الذي يخدم الخدمة من جهة الضمير التي كانت قائمة فقط على أطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية مفروضة عليهم إلى وقت الإصلاح. كن المسيح إذ قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بأيد، أي الذي ليس من هذا البناء ولا بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على النجاسة يقدس لتطهير الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضميركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فلهذا هو وسيط العهد الجديد لكي يكون المدعوون بالموت لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي. لأنه حيثما توجد وصية فلا بد أن يكون هناك بالضرورة موت الموصي، لأن الوصية تكون قوية بعد موت الناس وإلا فلا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. لذلك لم يتم تكريس العهد الأول بدون دم، لأنه لما تكلم موسى بكل وصية لجميع الشعب حسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع الماء والصوف القرمزي والزوفة
ورش الكتاب وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم به الله. رش المسكن وجميع آنية الخدمة بالدم، وتقريبا كل الأشياء تتطهر بالدم حسب الناموس، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لذلك كان لابد من أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تتطهر بهذه. فأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لا يدخل إلى الأقداس المصنوعة بالأيادي التي هي أشباه الحقيقيين، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، فلا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخرين، لأنه كان ينبغي حينئذ أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكن الآن قد ظهر مرة عند انقضاء الدهر ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. فكما وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد هذا الدينونة، هكذا قدم المسيح ذات مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، وسيظهر ثانية للذين ينتظرونه بلا خطية للخلاص، لأنه لا يمكن أندم ثيران وتيوس يرفع خطايا. عبرانيين 10:4. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، عبرانيين 10:19. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بالروح من النعمة؟ عبرانيين 10:29. وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. عبرانيين 12:24. لأن تلك الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك لكي يقدس الشعب بدمه تألم يسوع إذا خارج الباب. عبرانيين 13:11-12. الآن إله السلام الذي أقام من بين الأموات ربنا يسوع الراعي العظيم للخراف بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملنا فيكم ما هو مرضي أمامه بيسوع المسيح، الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. العبرانيين 13:20-21. مختارين حسب علم الله الآب السابق بتقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. 1 بطرس 1:2. علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس في المسيح. 1 بطرس 1:18-19. لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 1 يوحنا 1:7. هذا هو الذي أتى بالماء والدم، يسوع المسيح، ليس بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة:
الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة متفقون في واحد. فإن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي شهد بها لابنه. 1 يوحنا 5:6-9. من يسوع المسيح الشاهد الأمين، البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. رؤيا 1:5-6. فهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. رؤيا 5:9. فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. رؤيا 7:14. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. رؤيا 12:11. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب. عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وكان له اسم مكتوب لا يعرفه أحد إلا هو، وكان يلبس ثوبا مغموسا في دم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا أبيض ونقيا. رؤيا 19:11-14. فلننظر بثبات إلى دم المسيح، ونرى كم هو ثمين دمه في نظر الله الذي سفك من أجل خلاصنا، نال نعمة التوبة لجميع العالم. رسالة أكليمندس الأولى إلى أهل كورنثوس 4:5. وأعطوها أيضا علامة، أن تعلق من بيتها حبلا قرمزيا، وبذلك يكون بدم ربنا فداء لجميع الذين يؤمنون بالله ويرجونه. ترون أيها الأحباء أنه لم يكن في هذه المرأة الإيمان فقط، بل النبوة أيضا. رسالة أكليمندس الأولى إلى أهل كورنثوس 6:10. فنكرم ربنا يسوع المسيح الذي بذل دمه من أجلنا. رسالة أكليمندس الأولى إلى أهل كورنثوس 10:6. بالمحبة جمعنا الرب بنفسه. من أجل محبته لنا بذل ربنا يسوع المسيح دمه لأجلنا بمشيئة الله. لحمه بدل لحمنا، روحه لأرواحنا. رسالة أكليمندس الأولى إلى أهل كورنثوس 21:7. لهذا السبب سمح ربنا أن يسلم جسده للهلاك حتى نتقدس بمغفرة خطايانا، أي برش دمه، لأنه هكذا قال الكتاب: إنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، وبدمه شفينا. مثل خروف سيق إلى الذبح، وكخروف صامت أمام جازيه فلم يفتح فاه. رسالة برنابا العامة 4:1-3. كيف أنكم كونكم أتباعا لله
ومثيرين أنفسكم بدم المسيح. قد أكملتم العمل الذي كان طبيعيا بالنسبة لكم. رسالة إغناطيوس إلى أهل أفسس 1-3. إغناطيوس الذي يقال له أيضا ثيوفروس إلى الكنيسة المقدسة التي في ترس بآسية، حبيب الله أبو يسوع المسيح المختار والمستحق لله، له السلام باللحم والدم وآلام يسوع المسيح رجاؤنا في القيامة التي به، التي أحييها أيضا في ملئها مستمرا في الصفة الرسولية متمنيا لها كل الفرح والسعادة. رسالة إغناطيوس إلى أهل تراليان 1-1. لذلك البصول وداعة، جددوا أنفسكم في الإيمان أي جسد الرب، وفي المحبة أي دم يسوع المسيح. رسالة إغناطيوس إلى أهل ترالمس 2-7. أريد خبز الله الذي هو جسد يسوع المسيح من نسل داود، والشراب الذي أشتاق إليه هو دمه الذي هو المحبة التي لا تفسد. رسالة إغناطيوس إلى أهل رومية 3-5. إغناطيوس الذي يقال له أيضا ثوفروس إلى كنيسة الله الآب وربنا يسوع المسيح التي في فيلادلفيا في آسيا، الذي نال الرحمة ثابتين في موافقة الله، فرحين إلى الأبد في آلام ربنا، ومتملين في كل رحمة بقيامته، الذي أحييه أيضا بدم يسوع المسيح الذي هو لنا الأبدي والطاهر. فرح، ولا سيما إذا كانوا في اتحاد مع الأسقف والكهنة الذين معه والشمامسة المعينين حسب فكر يسوع المسيح الذي أقامه حسب إرادته بكل ثبات بروحه القدوس، لأن جسد ربنا يسوع المسيح واحد وكأس واحدة في وحدة دمه. أذبح واحد. رسالة إغناطيوس إلى أهل فيلادلفيا 1-1-11. فإني قد رأيت أنكم ثابتون في الإيمان غير المتزعزع، كأنكم مسمرين على صليب ربنا يسوع المسيح في الجسد والروح، ويثبتون في المحبة بدم المسيح. كوننا على قناعة تامة بتلك الأمور التي تتعلق بربنا. رسالة إغناطيوس إلى أهل سميرنا 1-3. لا يخدع أحد نفسه، وما في السماوات والملائكة الممجدون والرؤساء ما يرونه وما لا يرونه، إن لم يؤمنوا بدم المسيح يكون عليهم دينونة. رسالة إغناطيوس إلى أهل سميرنا 2-12. أحيي أسقفكم الفاضلة وكهنتكم الموقرين وشمامستكم العبيد رفقائي، وجميعكم عامة وكل واحد خاص باسم يسوع المسيح وفي لحمه ودمه وفي آلامه وقيامته جسديا وروحيا وفي وحدة الله معك. رسالة إغناطيوس إلى أهل سميرنا 3:22. الذي أخضع له الكل ما في السماوات وما على الأرض، الذي تسجد له كل نفس حية، الذي سيأتي ليكون دينا للأحياء والأموات، الذي سيطلب الله من المؤمنين به دمه. رسالة بوليكاربوس إلى أهل فيلبي 1-7. ولكن الذين لا يحفظون وصاياه يهربون من حياتهم ويكونون مقاومين لها، والذين لا يحفظون وصاياه يسلمون أنفسهم إلى الموت ويكون كل واحد مذنبنا بدمه. الكتاب الثالث لهرماس 10:13.
فأخذوا يفكرون فيما بينهم هل يذهبون ويخبرون بيلاطيس بهذا. وبينما كانوا لا يزالون يفكرون في ذلك، ظهرت السماوات مرة أخرى وهي مفتوحة، ونزل رجل ودخل إلى القبر. فلما رأى قائد 100 والذين معه ذلك، أسرعوا ليلا إلى بيلاطيس تاركين القبر الذي كانوا يراقبونه، وأخبروا بكل ما رأوه، وهم في كآبة شديدة قائلين: حقا كان ابن إله. غاب بيلاطس وقال: أنا بريء من دم ابن الله، وأنتم الذين قررتم هذا. فتقدم الجميع وطلبوا إليه أن يأمر قائد 100 والعسكر أن لا يقولوا شيئا عما رأوه، قائلين: لأنه خير لنا أن نكون مرتكبين خطيئة عظيمة أمام الله، أن لا يقع في أيدي شعب اليهود فيرجم. فلذلك أمر بيلاطس قائد 100 والجنود أن لا يقولوا شيئا. الإنجيل المفقود بحسب بطرس 1:11. ثم جاءت كلمة الله إلى آدم وقالت له: يا آدم، كما سفكت دمك كذلك أسفك دمي عندما أصير لحما من نسلك، وكما مت يا آدم هكذا أموت أنا. فكما بنيت مذبحا كذلك أصنع لك مذبحا على الأرض، وكما قدمت دمك عليه كذلك سأقدم دمي أيضا على مذبح على الأرض. فكما طلبت المغفرة بهذا الدم، كذلك سأجعل دمي أيضا مغفرة الخطايا وأمحو التعديات التي فيه. الكتاب الأول لآدم وحواء 24:4-5. فمرة أخرى فيما يتعلق بماء الحياة الذي تطلبه، فلن يمنح لك اليوم، بل يوم أسفك دمي على رأسك في أرض الجلجثة، لأن دمي يكون لك ماء حياة في ذلك الوقت، وليس لك وحدك، بل لجميع نسلك الذين يؤمنون بي، لتكون لهم الراحة إلى الأبد. الكتاب الأول لآدم وحواء 42:7-8. فقال الله أيضا لآدم: هكذا سيحدث لي أيضا على الأرض، عندما أطعن ويسيل دم من جانبي دما وماء ويجري على جسدي، الذي هو التقدمة الحقيقية، والذي يقدم على المذبح ذبيحة كاملة. الكتاب الأول لآدم وحواء 69:6.